كم برايك تكلفه اخطاء ارتكبتها في حياتك تصدق أنه خطأ الحوت فرانكلين كلفه 150 ألف دولار تقريبا فقد قام فرانكلين واللي يملك 57 من NFT القرد الممل بإصدار NFT بهدف الاستهزاء من اللي يقوم بطرح مزايدات مزيفة على اف NFTs وعرضه للبيع باستخدام محفظة ثانوية إلا أنه قدم أيضا عرض لشراء هذه اف NFT بقيمة 100 باستخدام محفظته الرئيسية من أجل أنه يرى المستثمرين أنه عليها طلب لتقديم عروض لشرائها فقدم شخص آخر عرضا بقيمه 1.9 اس لشراء ال NFT فقبله فرانكلين ونقل الخبر على تويتر للاحتفال بارباحه ويقول انه هذه كانت اسهل 1.9 أث يحصل عليها ولشدة فرحه نسي عرضه بقيمه 100 اف من محفظته الرئيسيه فوافق المالك الجديد على عرض 100 اس اللي قدمه فرانكلين سابقا وباع ال NFT الى مالكها الاساسي محقق ارباح تقدر ب 150 الف دولار بعمله الاثريوم فشل الحوت بالتواصل مع المستثمر وأشار إلى أنه تعلم أكبر درس بحياته بأنه لا تقدم عروضا غير جدية بهذا الشكل فقد تقع في شر أعمالك. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today